أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول بالنسبة للاستخارة في الزواج ما حكمه وما هي صفته؟ الاستخارة في الزواج وفي غيره إذا هم بالأمر ولا يدري هل هو في صالحه أو لا فإنه يدعو الله، يدعو الله بدعاء الاستخارة بعد ما يصلي ركعتين، صلي ركعتين من غير الفريضة ثم يدعو بالدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت على كل شيء قدير وأنت علام الغيوب، اللهم إن كان في هذا الأمر ويسميه فيه خير لي في عاجل أمري وآجله إلى آخره فإنك تيسره لي إلى آخر ما جاء في الدعاء، هذا هو المستحب والسنة. نعم.